Then came the Impotica, who survived his own incredible odyssey, driven by faith and curiosity. خرجت سياحة وتشريفا، بل كانت مهمة كلفت بها بكيفا، أو كانني بها شيخ عالم جليل قال قدرك أن تستكشف العالم وتكون له الدليل. فحزمت أمري على هجر الأحباب والدور، وفارقت وطني في طنجة مفارقة الطيور للوفور. And finally, Ibn Majid, whose desire to understand the sea opened paths for other men to follow. ارفع الشراء ولننطلق على بركة الواحد البحر.